سبليت كونتراست جولد تجمع بين الترخيص وعقد جولد سبليت ونقاط الكاش باك. في الوقت الحالي عدد نقاط الكاش باك يساوي تكلفة الباقة باليورو، أي أنه إذا قمت بشراء باقة بمبلغ 220 يورو فسيضاف إلى رصيدك 220 نقطة للكاش باك. في دليل إرشاد هذا نوضح لك كيفية شراء هذه الباقة. انتقل إلى موقع defi.com في الزاوية اليمنى العليا، انقر على زر sign in وقم بتسجيل الدخول. بشكل افتراضي ستفتح لك لوحة المعلومات Gold Split. من خلال تمرير الصفحة لأسفل سترى قائمة بالباقات المتاحة للشراء، اختر الباقة التي تناسبك وانقر على زر Purchase شراء. ستفتح لك نافذة يطلب منك فيها اختيار طريقة الدفع، الدفع متاح فقط باستخدام ألتيما. بعد اختيار توكن ألتيما قم بتأكيد موافقتك على الشروط عن طريق تحديد المربع والنقر على Purchase شراء. ستشير النافذة التي تفتح إلى المبلغ الموجود في ألتيما وعنوان المحفظة التي تريد تحويل المبلغ المحدد إليها. سيكون العنوان متاحاً أيضاً على شكل QR كود لإرسال المعاملة من طريق التطبيق الهاتف المحمول. للدفع أرسل المبلغ المطلوب إلى المحفظة المحددة بالضبط. يرجى إرسال المبلغ المحدد بالضبط الذي تراه على الشاشة، ثم انتظر إشعاراً للدفع. انتهى الأمر، لقد قمت بشراء Split Contract Gold بنجاح باستخدام نقاط الكاش باك. بعد الدفع سترى أن القيم الموجودة في أداة Gold Split Lances Usage قد تغيرت. يمكنك أيضا الاطلاع على الباقة المدفوعة في صفحة My Contracts. بعد شراء الباقة تتلقى أيضا نقاط الكاش باك تلقائيا. للتأكد من ذلك انتقل إلى حسابك الشخصي على موقع ultimacashback.com وقم بتسجيل الدخول. سترى أن عدد نقاط الكاش باك في الأداة الموجودة على الشاشة الرئيسية قد زاد بتكلفة الباقات المشترى بما يعادل 1:1. يمكنك على الفور استخدام نقاط الكاش باك المستحقة في ألتيما ستور. إذا ظهرت لديك أي أسئلة أو استفسارات تواصل مع فريق الدعم لدينا، ونكون سعداء بمساعدتك. نتمنى لك كل النجاح والموفقية.